في سنة 407 ميلادية، يعني من حوالي 1600 سنة بالضبط، جت بعض القبائل البربرية، كان بيسموهم البربر، جاءوا من ليبيا وهجموا على مصر. وأول حتة قابلتهم في مصر كان وادي النطرون اللي هو الإسقيط أو المنطقة اللي فيها الأديرة. وفي الغارة بتاعتهم دهيت قتلوا واحد من أشهر قديس الكنيسة اللي هو القديس الأنبا موسى الأسود. كلكم عارفين سيرة القديس الأنبا موسى الأسود. راح للأنبا سوزوروس وبيقول له أنا عايز أعرف أنتوا عايشين إزاي. فقعد قديس الأنبا سوزوروس يكلمه عن الحياة والحياة مع المسيح، وابتدى يكلمه على الدينونة الأخيرة والعذاب اللي هيشوفوا الناس اللي بيتعبوا الناس واللي بيعذبوهم. أبو مقار قعد معاه وقعد يكلمه عن السيد المسيح. تاب وبقى قديس كبير في الكنيسة، اللي هو جسده موجود دلوقتي في دير البراموس. ده كان أول واحد من الشهداء بتوع وادي النطرون اللي اتقتل على إيد القبائل البربرية اللي جايلنا من ليبيا. بعد الحادثة دي بحوالي 30 سنة رجعوا هجموا على الإسقيط مرة تانية. لما المرة التانية هجموا على الإسقيط كان الأنبا أرسنيوس موجود، ساب المكان وراح ترى. وبعد 10 سنين هجموا تاني على الإسقيط. أبو الرهبان في وقت ده كان اسمه أنبا يؤنس. أنبا يؤنس وقف قدام الحصن وقال للرهبان اللي عايز فيكم يستشهد يقف معايا، اللي خايف يدخل في الحصن. وقف الأبو الأنبا يؤنس، وقف معاه 48 راهب، يعني كلهم على بعض 49. وقفوا وقالوا له احنا معاك، احنا مش هنسيب المسيح، احنا هنضحي بنفسنا من اجل المسيح. وصلوا البربر وشافوهم قدامهم، قعدوا يقطعهم بفرائبهم بالسيوف، وشافوا ملائكه نازله من السماء بتحط اكليل نور على راس كل واحد منهم. دي القصة اللي بتتحكى عن شيوخ شهات، احنا بنسميهم شيوخ شهات او 49 شهيد. تمر الايام وفي دير ابو مقار كان للاسف الرهبان كسلانين، ما كانوش بينزلوا يحضروا التسبحة، ما كانوش بيصلوا السواعي، ما كانوش ماسكين في ربنا، كانوا عايشين في حالة تكاسل. فجالهم اسقف اسمه الانبا مينا، كان اسقف على حتة اسمها تمي الامديد عند السنبلاوين، وهو أصقف من دير أبو مقار. جه في نص الليل سمع جرس التسبحة بيضرب، فقام من النوم بسرعة وغسل وشه ونزل على الكنيسة، لقى الكنيسة مقفولة وما فيهاش حد من الرهبان. فتح الباب ودخل ما لقاش حد جوه. فوجئ بأن السقف بتاع الكنيسة كأنه اتفتح، ونازل من فوق رب المجد يسوع ومعاه أبو مقار ومعاه 49 شهيد اللي كانوا ماتوا في غارة البربر الثالثة. الرب يسوع بيقول المكان ده أنا حسيبه، لأن الرهبان اللي فيه مش ماسكين فيا. الرهبان دلوقتي كسالة ما بيصلوش، ليه مهتمامات أخرى، سابوا العبادة بتاعتي ووصلوا أي اهتمامات تانية. اهتموا بالعمل، اهتموا بالجري، اهتموا باللف في الشوارع، لكن نسوا بيت ربنا ونسوا كنيسة ربنا ونسوا التسبحة ونسوا الصلاة ونسوا العلاقات الحلوة بينهم وبين بعض. أنا حسيب المكان ده هو هتخلى عنه وحسيبه عشان يخرب. أبو مقار ما استحملش الكلمة، قال له يرضيك يا رب المكان اللي أنا أسسته وتعبت فيه تسيب المكان يخرب؟ قال له الموضوع مش موضوع شفاعة يا أبو مقار، ولادك سابوا طريقي، أنا ما أقدرش أبقى الإله اللي في وسطهم. مين اللي اتكلم ساعتها؟ 49 شهيد. قالوا له يا رب إحنا دمنا اتسفك في المكان ده، إزاي تسيب المكان اللي إحنا متنا فيه، المكان اللي سفكنا دمنا فيه عشان تحافظ عليه، إزاي تسيب هذا المكان؟ فرد عليه الرب وقال له دم الشهداء كريم جدا أمامي، أنا من أجل شهادتكم ومن أجل شفاعتكم في الدير أنا مش هتخلى عن الدير، وأنا هكون في وسطه تملي. دي شفاعة القديسين. إحنا في دير أبو مقار لما بنتزنق في أي مشكلة
ما قدمناش غير 49 شهيد ندخل نصرخ لهم بينفذوا لنا اي طلب.